بتعرفي حاجة اسمها ميكاترونيكس؟ لا بعرفش، أول مرة أسمع في هذا الاشي. لا لا لا، ميكاترونيكس؟ لا أظن هندسة ميكانيكا مع اشي تاني. شو هي هاد؟ ما بعرف والله. ايش عن الميكانيكا بما انه فيها ميكانيك؟ اول مره شفته قبل كم من يوم، الجامعه منزله منشور انه بدهم يفتتحوا تخصص جديد بالماجستير اسمه الميكاترونكس. لقيت انه في يعني كتير بفضلوا انه يفتحوا هذا التخصص لانه مش موجود بالجامعه هنا يعني، وكتير منيح انهم يفتحوا تخصص جديد زي هيك يعني في عليه اقبال. هندسه الميكاترونكس هو برنامج تم افتتاحه بالجامعه الاسلاميه بغزه. يشمل هذا البرنامج على الدمج بين مختلف تخصصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب ووضع أنظمة التحكم بها. الجامعة الإسلامية بغزة حريصة على إنجاح هذا البرنامج لما له من تأثير على تطور الصناعات المحلية بالقطاع. أنصح خريجي الهندسة ذات العلاقة بالالتحاق بهذا البرنامج لتطوير أدائهم والقيام بواجبهم نحو تطوير الصناعة المحلية.